بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا آبائي، أكلمكم في موضوع مرتبط بالسلسلة أنتم ملح الأرض، طوبى لصانع السلام. لأنه ملح الأرض معناها شبه المسيح، والمسيح ملك السلام، جه عشان يعمل سلام ودفع ثمنه غالي قوي، وقال لنا يا بخت صانع السلام، طوبى لصانع السلام لأنهم إيه؟ أبناء الله يدعون. يعني يتقال عليك ابن ربنا بجد لما تعمل سلام. الملائكة يقولوا عليك ده ابن ربنا لأنك نجحت إنك تعمل سلام. ناس كتيرة تعبانة يبقى ما عندهاش سلام، وناس كتيرة متخانقة يبقى ما فيش بينهم وبين الناس سلام. إذا عندك فرص تعمل سلام كتير قوي. كل الناس تعبانة عندهاش سلام، يبقى طوبى لصانع السلام ريح الناس. وناس كتيرة قوي متخانقة يبقى لو شاطر رجع السلام بين الناس يبقى يا بخت صانع السلام. مرة كاهن، يعني ربنا يحميه، مشهور انه يدخل في المشاكل الزوجية كتير وباله طويل، فطبعا بيعقدني يعني لانه شاطر قوي، انا بالي قصير. يعني بقول له بنا انت يعني بتدي وقت طويل قوي، ويرجعوا يتخانقوا بعد يومين تروح لهم تاني، الله يعينك. يعني يقول لي طوبى لصانع السلام، انا دي اللي بتحركني. قلت له لا انت شاطر. اذا لما مجرد تعمل سلام بين الناس دي حاجة كبيرة عند ربنا، لان كده بقيت ابنه فعلا وليك ميراث ابدي. ازاي الواحد يعمل سلام؟ تاني بقول بالمعنيين الكبار، ناس فاقدة سلامها الداخلي والناس متخانقة مع بعض، ودول مظهرين كتار قوي ومنتشرين جدا حوالينا طول الوقت. إذن احنا كلنا عندنا فرص. الحقيقة قبل ما نوصل لصنع السلام تعالوا نشوف المسيح ابتداها ازاي. ما ابتداش في التطويبات بطوبة لصانع السلام. فأغسطينوس وذهبي الفم والكبار دول بيقولوا ان التطويبات مترتبة على بعض. عشان تعمل سلام لازم تبقى متواضع الأول، لأنه أول تطويب إيه؟ طوبى للمساكين بالروح. فلما يكون شخص متواضع كل الأطراف تقبل رأيه، المتواضع يكسب الناس. لو واحد مش متواضع بيزود المشكلة، والمتواضع يريح. لما يكون واحد فاقد سلام ويقعد مع شخص متواضع يريحه، لو قعد مع واحد متكبر يفرقعه، يخليه ايه متغاظ اكتر. تاني تطويب حزن التوبة، لما قال توبة للحزان الآن، التائب الآباء عبروا عن الحزن ده التائب. الشخص التائب نقي، والتائب النقي يعرف يوصل للسلام. لأن الحكاية مش كلام، مش فلسفة، مش علم. لا لا، عشان ترجع السلام لقلب حد عاوز نعمة، والنعمة تيجي مع التوبة مع النقاوة مش مع العلم. ثالث كلمة قالها المسيح طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. يرثون الأرض يعني يكسبوا الناس. إذا الوديع اللطيف المهذب المؤدب اللي باله طويل البشوش يرجع السلام ليك وليك مع إخواتك. يبقى واضح إن التطويبات زي سلم، لما تطلعوا توصل لكلمة إيه؟ صانع السلام دي. التطويب الرابع فكرة طوبى للجياع والعطاش للبر. الجعان والعطشان للبر زيكم كده قاعدين مستحملين من الصبح، تسمعوا وعظات وترقتيله، يبقى انت عاوز كويس، انت تقدر تعمل سلام. لان اللي يتملي بالبر يقدر يعين الناس ويساعدهم. التطويب الخامس طوبى للرحماء. يبقى الرحيم يعذر الناس، يشفق على الناس. لأنه مرة جات لي بنت مكتئبة جدا بتفكر تنتحر. قلت لها ليه يا بنتي؟ قالت لي وأنا مخنوقة كده بابا شخط فيا وقال لي مالك نقصك إيه عاملة كده ليه؟ بص هو بيحبها بس نقصه رحمة، ليه مش حاسس بيها؟ طب هي متضايقة؟ يعني هي مبسوطة وهي متضايقة؟ ما هي يعني مش عارفة تطلع من الحزن اللي فيها. هنا الأجريشن ده من غير رحمة طبعا مش ممكن تعمل سلام. فكونوا رحماء، وطوبى للرحماء يرحمون. أخيرا وصلنا
لا بعدها لسه نقي القلب، طوبى لأنقياء القلب يعينون الله. يبقى وانت بتعمل سلام مالكش اي غرض، مش عاوز تستفيد حاجة من اللي قدامك، عاوز الناس مع بعض تعيش في سلام، وعاوز اللي قدامك يرجع قلبه يهدى. لما تراجع الـ6 ستابس دول توصل بقى للايه، لطوبى لصانع السلام. يبقى تاري عشان تقدر ترجع السلام في قلوب الناس انت محتاج كل التطويبات، التواضع والتوبة والوداعة والإيه الروحانية والرحمة ونقوة الله. هديكم مثل لاتنين من الكتاب المقدس كانوا صناع سلام، كان ينطبق عليهم كل الشروط. وفي الآخر عاوزين نطلع بروشيتة ازاي تنجح ترجع السلام للناس. روشيتة بقى 1 2 3 كده عاوزين نشتغل عليها، لأنها تفرق معاك أكيد. أنت عندك ناس كتيرة متخانقة، يعني ما كنتش انت نفسك متخانق، وفي ناس كتيرة قوي حواليك فاقدين سلامهم، يبقى الروشتة دي مهمة. في الأول أخد واحد زي يونسان. يونسان كان في حياته 2 متخاصمين أو متعاديين بيحبوه، أبوه وصديقه، وبيحب أبوه قوي وبيحب صديقه قوي، وأبوه عاوز يموت صاحبه، فكانت حيرة. إنما يونسان ده لما تدرسه حياته كان شخص تقي جدا جميل. هحكي كم موقف كده. كلم شاول يونسان ابنه أن يقتلوا داود، أما يونسان فصر بداود جدا، فأخبر يونسان داود قائلا: شاول أبي ملتمس قتلك. قال له أبويا عاوز يموتك، والآن احتفظ على نفسك إلى الصباح واستخبى، وأنا هطلع وأشوف أبويا نظامه إيه وهقول لك. وبعدين تكلم يونسان عن داود حسنا. راح لشاول قال له: داود ده طيب وما يقصدش حاجة وما غلطش فيك، وده حتة عسكري برضو. وقال له: لا يخطئ الملك إلى عبده داود، لأنه لم يخطئ إليك، لأن أعماله حسنة لك جدا، فإنه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني، فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع إسرائيل. أنت رأيت وفرحت، بيتكلم على يوم جليات، فاكرين؟ لماذا تخطئ إلى دم بريء بقتل داود بلا سبب؟ سمع شاول لصوت يونسان، نجح، وحلف شاول حي هو الرب لا يقتل. فدعا يونسان داود وأخبر يونسان بجميع ذا الكلام، ثم جاء يونسان بداود إلى شاول فكان أمامه كأمس وما قبله. خلي بالكم انتوا عارفين بقية القصة، يعني إيه هي، يعني يا ريت الحكاية تدوم على كده، بس دي مؤقتة، لكن أتليست يونسان نجح. طب تعالوا نفكر كده، اللي ينجحك انك ترجع طرفين يعيشوا في سلام لازم تحب الطرفين بصدق. يونسان كان مقبول عند ابوه وكان مقبول عند صديقه. ما تقدرش تصلح طرفين وفي طرف منهم مش مرتاح لك، جولة خسرانة ما تضيعش وقتك. وعشان كده في بعض المشاكل الزوجية يبقى قرايب البنت او الولد، لا لا استنى، wait a minute، you cannot be neutral، لأن أنت من طرف، فأنت مش بتحب الاتنين بجد بنفس الدرجة. تاني حاجة، كان حريص قوي هو بيتعامل مع المشكلة، قال لداود خليك بعيد دلوقتي، خدتوا بالكم؟ ما جابوش على طول، كان حكيم وقال له استناني لما إيه هدي لك الجو. راح اتكلم مع شاول الأول، لأنه ساعات الواحد يستعجل فيجي يصلحهم يضربوا بعض. طب ما هو انت الحقيقه استعجلت، هم they are not ready خالص يقابلوا بعض دلوقتي. عشان كده يونسان كان بيحب داود وقال له ابعد واستخبى دلوقتي. تالت نقطة جميلة في يونسان لما عمل سلام، راح لكل طرف يكلم حلو عن الطرف التاني. قال له داود عمل ايه وحش؟ داود بيحبك، وانت زمان كنت فرحان بيه، وهو اللي عمل لنا انتصار كبير، بعدين انت ما ينفعش تغلط ويبقى ايدك فيها دم حد بريء. تلاحظوا انه ما كانش بيجاري. مشكلتنا ساعات لما واحد يقول لك ده فلان عمله فيه، يقول له ايوه هو اصله وتشتمه. طب وانت كده هتعمل سلام؟ انت عمت على عومه، هو متغاظ منه وانت مجاري. لا لا، هو يتغاظ براحته، ترجع انت تلطف وتقول له بس هو طيب ما يقصدش، تقول كلمة حلوة عن ده وكلمة حلوة عن ده. من حكمة يونسان، خلي بالكم اللي بقوله ده كله تطبيقات،
ومهمة جدا في الإرشاد يعني وفي شغل السلام. اختار المواجهة في الوقت المناسب. لما هدى شاول خالص قال لداود تعالى وحضر المقابلة بنفسه، يبقى اتأخر المواجهة للوقت المناسب، بيسموها تهدئة المشاعر. سيب المشاعر تبرد، لما تكون الناس سخنة زيادة مش هينفع المقابلة. كمان عمل ايه؟ ابتدى يجيب ذكريات مريحة. فاكر يا شاول أول يوم شفت داود حبيته قد إيه؟ وشفت فاكر داود لما دافع عنك وكان مستعد يفديك بعمره، ابتدى يجيب له شوية ذكريات كده. ساعات لما تيجي مشكلة زوجية، عندي طريقة قديمة اتعلمتها من آبائي ساعات تنفع، أديهم كل واحد ورقة وأقول له إيه؟ اكتب حاجة حلوة في مراتك، يسيب الورقة فاضي. أقول له طب افتكر حاجة حلوة عملتها معاك. فين لما يكتب سطر افضل اطول بالي، بس اكتب، طب افتكر، طب حاول. بعد شويه الاقي الصفحات اتمالت. لما هي تكتب انه هو برضو حبني، ويعني جاب لي هدايا، وكان جدع في كذا، وتفتكر حاجه كويسه، هي بتسيح الزعل من غير ما تحس، وهو بيفتكر لها حاجات حلوه. بس ما بتبقاش سهله الجوله دي، لكن عموما يونسان عرف يعمل الحركة دي. ابتدى يجيب ذكريات جميلة عند شاول، لأن المشكلة في شاول أكتر طبعا، لأنه لم يخطئ إليك ولأن أعماله حسنة لك جدا. ذكريات كمان المشاعر، مش بس ذكريات الأعمال. أنت كنت بتحب الست دي مراتك، أنت اخترتها، فانت بترجع ذكريات مشاعر مش بس ذكريات اكشنز. دي مهمة ودي مهمة. فهنا قال له ايه؟ انت فرحت. انت هتنكر يا شاول يا بابا يعني انك انت كنت فرحان قوي في اليوم ده باللي عمله داود؟ انت ليه مصدق قلبك دلوقتي ومش مصدق قلبك زمان اللي كان بيحبه وفرحان بيه؟ كل دي حكمة طبعا. يونسان في كل الصفات اللي قالها المسيح، وديع، متواضع، رحيم، حكيم، فعشان كده عارف يقوم بالدور الصعب ده. كمان عمل حاجة مهمة قوي بنقولها في الكاونسلينج برضو، حذر من دواعي الكراهية والخصام. يعني زي ما طبطب ولطف قال له بقى كلمة مهمة، قال له خلي بالك انت لو كملت كده هتهلك. يعني لازم نوجه الشخص كمان، انت هتشيل دم بريء في ايدك، الزعل والخصام ده هياخدك على فين؟ يبقى عارفين بيطبطب بإيد وبيشد بإيد على أبوه، عاوز يفهمه لا الكراهية دي هتضيعك. نقطة كمان عملها يونسان، وصلوا لقرار بالتراجع عن الغضب. ما سابوش غير لما وعدوا خلاص أنا مش زعلان من داود، مش هعمل حاجة. يبقى لازم توصل لقرار، لازم تنطق الطرف بقرار، وإلا ما تضمنش المقابلة يبقى شكلها ازاي. عشان كده قال له حي هو الرب لا يقتل، يبقى خد منه كلمة انه ايه، مش هيحصل له حاجة. بعدين عمل المقابلة الهادية ورجع الامور طبيعية. اذا يونسان كان صانع سلام وكأنه انتصر على الشيطان. يونسان كان اسعد واحد ليه؟ لانه بيحب الاثنين، وكان مروح فرحان قوي لانه ابوه رجع يحب صاحبه، وده يؤكد ان الشخص ده كان متواضع جدا. هروح لشخصية تاني لسه هديكوا روشتة في الآخر. صمويل صانع سلام. في نفس الشخصيتين دول تعرفين شاول رجع تاني، الشيطان لعب بدماغه وكره داود تاني، فداود راح استخبى عند صمويل. صمويل ده أبوهم الروحي هما الاتنين، عارفين لما يكون أب اعتراف للطرفين. صمويل هو الأب الروحي لشاول أوريجينالي، وبقى الأب الروحي لداود، والاتنين بيعملوا له حساب طبعا. هرب داود ونجا الى صمويل واخبره بكل عمل ما عمل به شاول، وراح هو وصمويل وراحوا في نايوت. نايوت دي زي الدير كده، مكان اقامه صمويل النبي والانبياء الصغار اللي تبعه. قام شاول سمع انه داود عدوه وشايفه عدوه دلوقتي، مستخبي عند صمويل في الدير، فارسل رسلا لاخذ داود. فحصل حاجه غريبه، من كتر ما صمويل ده بيخلي الجو روحي جدا، جماعة العساكر اللي جايين يمسكوا داود عجبتهم التسبيحة، وقفوا يسبحوا، وقال لك سيبك من الراجل المجنون بتاعنا ده شاول ده،
وكان روح الله على رسل شاول. تنبأوا هنا بمعنى دخلوا في الجو الروحي، تنبؤ في المعنى العام بتاعه معناه المشاركة في أي نشاط روحي. فراحوا قالوا لشاول، الناس راحت ما رجعتش، بعت عساكر تانيين ثلاثة، ما فيش فايدة، كله يدخل في الدير ينبسط في الدير ويطنش المأمورية. قام راح هو بنفسه بقى، شاول نوى انه يروح يجيب داود ويمسكه ويموته عند صمويل. قال فين صمويل وداود؟ قالوا له ده في نايوت في الرامة. فراح هو قرب من المكان، لقى التسبيحة دخل في الجو، هو كما هو كمان كان كويس زمان، لدرجة ان الناس بقت تتريق. أشاول أيضا بين الأنبياء، ليه؟ مش وش كده خالص بقى، يعني ده مش راكب عليه خالص، وخلع ثيابه مش قاعد عريان، يعني الروب بتاع الملك رماه، فرجع بني آدم طبيعي عادي، فبقى زيه زي اللي واقفين. فطبعا دي إيه؟ لأن هي الكرامة هي اللي ملخبطة. فلما خلع ثيابه يعني رجع بتاع زمان الفلاح البسيط اللي جابوه يعني وعملوه ملك. صمويل عمل ايه بقى؟ طبعا قوة الصلاة والتسبيح ليها تأثير. قوة الصلاة، يحكوا حكاية عن أبونا ميخائيل إبراهيم بين يحروحه، أنه كان في راجل ومراته متخانقين بقالهم كتير، ودخل في الموضوع كهنة وبتاع، يعني ما فيش فايدة فيهم يعني. المهم يعني قاعدين، فجابوا أبونا ميخائيل بقى أب روحي كبير للكل، فقام قال لهم هو احنا صلينا؟ قالوا ما صلينا. قام هو وقف يصلي مزامير وخد وقته، يبدو ان الكابل زهق، فقالوا له خلاص هنتصالح يا ابونا. هو طبعا مش زهق، هو حلها بالصلاه، لان لقى ان كل اللي كلمه قبله كلام مش جايب نتيجه، فداها مزامير وقعد يصلي يصلي يصلي. واول ما خلص صلاه قالوا له خلاص اتصالحنا. صمويل كان من النوع ده اللي ما يقعدش يتكلم كتير، لكن صلاة 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 على طول، فلما يصلي كتير تلاقي الدنيا مشيت لوحدها. وهنا في قوة رجل الله، يعني بصوا صنع السلام في يونسان كان له حكمة، في صمويل له حكمة تاني مرتبطة بقوته الروحية. من كتر العمق الروحي بتاعه خلى شاول يطلع بره الجنان بتاعه، عدله، لأنه ما حدش يقدر يقرب من صمويل في المستوى الروحي ده ويفضل جواه الغل والغضب والكلام ده. وبالتالي في عمل سري في الموضوع هنا، في سر ازاي شاول نسي الغرض بتاعه او راح منه الغضب اللي شايله جوه قلبه. ده عمل نعمة الروح القدس مع رجال الله. ومع هذا، مع هذا احيانا لا يدوم السلام. يعني كلكم عارفين رغم نجاح يونسان مؤقتا انه يصلح شاول بداود، ونجاح صمويل مؤقتا انه يهدي شاول، كل ما شاول يرجع لوحده في نوع كده من البشر ربنا يرحمه تتفق وتتصالح معاه والدنيا تهدأ، وبعد اسبوع تلاقي النكد تاني وتلاقي المشاكل تاني وتلاقي سوء الظن وتلاقي بيعمل مشكله من ما فيش. ففعلا بتبقى موضوع يغلب. يعني يونسان ما قصرش وصمويل ما قصرش وداود بريء على فكرة. داود النبي في القصة دي كان دايما بيحب شاول، يعني دي من علامات نقاوة قلبه، له أخطاء كتير قوي لكن في الحتة دي كان مثالي، كان فعلا بيحب شاول وبكى عليه للآخر. فيقول بقى إيه، مرة بقى فاض بيه فراح لصاحبه قال له انا عملت ايه عشان ابوك عاوز يموتني بعد ده كله؟ ماذا عملت وما هو اسمي وما هي خطيتي حتى يطلب نفسي؟ زهقت من الهرب، كل يوم عاوز يتخانق معاه، كل يوم بيكرهني، مهما اتصالحنا يرجع يقلب عليا تاني. اذا احيانا يا احبائي يبقى في سلام من طرف واحد، داود من ناحيته فعلا مسالم، ويمكن دي اللي تفسر لنا الايه بتاعت ان كان ممكنا فحسب طاقتكم ايه سالموا جميع الناس. من ناحية داود ما عندوش مشكلة، وكان يتمنى يخدم شاول لآخر عمره، وما كانش عينيه في الملك بالمعنى، لا خالص، هو صمويل اللي مسحه ملك، لكن هو كان مستعد يخدم شاول لآخر العمر. هنا عاوز أقول لكم كم قاعدة كده نتعلم.
ارجعكم تاني اللي قلناها روشيتا بقى، كام كلمة كده. واحد، ما تدخلش في صنع السلام بدون صلاة، مش هتنجح. قاعد مع حد فاقد سلامه، صلي وانت بتسمعه. قاعد مع حد متخانق مع حد، صلي قبل ما تقول أي كلمة، لأن القصة مش شطارة ولا فهلوة ولا حكمة أرضية، لا لا، عاوزة نعمة. وما أكثر الناس اللي فاقدين سلامهم، ناس منزعجة قلقانة مكتئبة عاوزة تموت خايفة مرعوبة، كل دول عاوزين صنع سلام. تعمل ايه؟ محتاج نعمة، محتاج شخصية صمويل، محتاج الروحانية. فوانت بتسمع الشخص قبل ما تقول اي حاجة، يا رب اهديه واهديني، قول لي اقول له ايه، انقذه، ساعده، ريحه. لما يجي لك واحد بيشكي من اخوه، مر الشكوى، ما تجريش، ما تتكلمش، وانت بتسمعه صلي، لان كل ده شيطان بيلعب، مش الشخص، الشخص غلبان، الشيطان مالي دماغه. فيبقى بداية الروشتة أرجوك صلي، ما تفتكرش إنك بشطارة هتقول له كلمتين تريحه، لا 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 لا، مش هتجيب نتيجة خالص. الكلام اللي بيطلع ده ما يكملش ساعة وتلاقي المشاكل رجعت. تاني حاجة، خد من كلامه وابدأ كلامك. دايما مع المجروح خد من كلامه وابدأ كلامك. ما تقللش من معاناة أي شخص، ما تقولش للي قدامك ما تستاهلش القلق ده كله، دي كلمة مستفزة، هو غصب عنه قلقان. ما تقولوش يا أخي ما عملكش حاجة عشان تعمل الزعل ده كله، كده أنت ضيعت الفرصة خالص، هيقوم ويمشي ويسيبك، مش هيسمع لك حاجة. خد من كلامه يعني إيه؟ أنا حاسس بيك، أنا عارف إنك تعبان، أنا مصدق إن الموضوع كبير، أنا دريان إنك أنت مش عارف تعيش كده، أنا عارف إنه صعبان عليك، أنت من حقك تزعل بجد. لما بتعمل كده أنت قلت للتعبان معاك حق، دي كلمة مريحة، بس معاك حق شوية، ولكن لازم يكون في ولكن، لأن لو معاك حق بس بقيت مطيبات، يعني إيه؟ بقى الوضع على ما هو عليه، بالعكس ممكن يصعب عليه نفسه يقول لك أبونا قال معاك حق، أروح أموت نفسي بقى خلاص. ما هو قال لي أنت معاك حق تزعل. لا، ما هو لازم يبقى في معاك حق ولكن. يبقى بعد ما انت كسبته كده، خدت من كلامه، ابتدي حط بقى المنطق الروحي. ما تدخلش ابدا في الحل الارضي، ابدأ بالحل السماوي. يعني ايه؟ ابتدي بكلام ربنا. لكن ربنا قال لنا انا معاك ما تخافش، ربنا بيحبنا قوي، ربنا قال لن اتركك لن اهملك، ربنا قال لنا احسنوا الى مبغضيكم. انت هنا ايه؟ طلعت بره الزعل والتفاصيل ودخلت في كلام ربنا. لان ساعات واحد يجي يصلح زوجين عمال يتكلم في فلوس وابوكي وابوها، ايه يا عم؟ فين كلام ربنا في الموضوع؟ مش هتتصلح الامور كده. انت في الاول صليت كويس وهم حتى بيحكوا، وبعدين خدت منهم وبنيت، يعني عاوز اقول كسبتهم، عملت اكاونت عند كل واحد بانك انت مقدر مشاعره. دخل ربنا بقى، ربنا يعني الانجيل، ابتدي اقول كلام ربنا. كلام ربنا قوي، انا حاسس بيك وعارف انك زعلان، بس ربنا ارادته ايه؟ ربنا ارادته مثلا ما جمعوا الله لا يفرق انسان، تعال نشوف ربنا عاوز ايه. طب الانجيل بيقول المحبة تحتمل كل شيء، طب بيقول حسب طاقتكم سالموا جميع الناس، ان جاء عدوك اطعمه. انا بعمل ايه هنا؟ بقول كلام ربنا، مش بقول فتاوي ولا بدخل في مشاكل داخليه. رابع نقطه، اطلع بخطوه واحده، مش لازم تخلص كل المشاكل في قعده واحده. ايه رايكم نتفق ان احنا نصلي لبعض وتفضل في مسافه بيننا؟ كويس، احسن من بلاش. طب ايه رأيكم الحتة دي بس بلاش منها؟ يبقى انت مش ضروري في نفس الجولة تخلص كل المشاكل. وممكن تبقى مثلا اللي فاقد سلامه مش عارف يصلي من كتر الكآبة ولا القلق، قول له طب ايه رأيك صلاة يسوع؟ بس قول يا رب يسوع، قولها بأي طريقة. يبقى انت بتدي تدريب بسيط
قابل للتنفيذ، فيبقى اللي قدامك بيشتري منك بالبلدي، يعني ايه؟ موافق. ليه؟ لانك ما طلبتش طلب صعب، ما قلتلوش سامحه وخلاص. احيانا دي تبقى كلمة هو مش قادر عليها دلوقتي، ولا خلي عندك سلام. خلي عندك سلام وانا جاي لك ليه؟ ما هو خلي عندك، ما انا بقالي سنين بتعذب، كنت يعني مش هي دي الجملة اللي هتريحني، لان ما انا مش لاقيه سلام ده. اذا احبائي افتكروا، يونسان اجتهد ونجح، صموئيل بروح الصلاة اجتهد ونجح، ومع هذا يبقى في ناس ما عندهاش سلام. مع مبغضي السلام ها كنت صاحب سلام. ما تلاقي الطرف الآخر معادي دائما، ملوش أي مدخل، احتفظ بسلامك، يرجع سلامكم إليكم، ما تضطربش خلاص. اطمن إن قلبك بيحبه، اطمن إنك بتصلي له، اطمن إن من ناحيتك ما تتمناش الشر، وانت كده بقيت بريء قدام ربنا. تعبير المسيح فليكن عندك الوثني والعشار. ما عندكش عداوة مع الوثني والعشار، بس ما فيش تعامل. ليه؟ لأنه هو مبغض السلام. بيجي وقت يا أحبائي بيبقى الاختيار الوحيد إنك تبعد وتصلي. بس تاني تراجع قلبك عشان ما يبقاش قلبك فيه لخبطة تعطل خلاصك. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.